لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شعياء نبي الله في الشجرة، اللي هو أشعياء في لسان أهل الكتاب. وذلك أنه لما مات الصديقة ملكهم مرج أمرهم وتنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضا وهم لا يسمعون من نبيهم. فقال الله تعالى له: قم في قومك ووحي على لسانك. ابن جرير رحمه الله ذكرها، ذكر موعظة بليغة فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، حقيقة على يعني فيها من أنوار النبوات في رواية ابن جرير. طبعا كل هذا بلا أسانيد كما هو معلوم. فقال الله تعالى له: قم في قومك أوحي على لسانك. فلما فرغ مما أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب، فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها. يعني الشجرة انطبقت عليه وبقي طرف ثوبه خارجها بسبب أن الشيطان أمسك به، الله أعلم. قال: فأتوا فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها فقطعوه في وسطها. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتا ولم يقتل، وإنما المقتول شعياء. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، قال: هو سنحريب من أهل نينوى بالموصل ملك بابل. وهذا خلاف ما قال ابن إسحاق، فالله أعلم. وقيل إنهم العمالقة وكانوا كفارا، قاله الحسن. ومعنى جاسوا عاثوا وقتلوا، وكذلك حاسوا وهاسوا وداسوا، قاله ابن عزيز، وهو قول القطبي. وقرأ ابن عباس: حاسوا خلال الديار. قال أبو زيد: والحوس والجوس والعوس والهوس الطواف بالليل. قال الجوهري: الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار، أي تخللوها فطلبوا ما فيها
كما يدوس الرجل الأخبار أن يطلبها، وكذلك الاجتياس والجوسان الطوفان بالليل. قال الطبري: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين، فجمع بين قول أهل اللغة. هذا أحسن الكلام، أنهم جاسوا خلال الديار يعني طافوا خلالها، تحركوا خلالها فيما بينها. ولا شك أن من يدخل بين البيوت فإنه يدخل البيوت ويأخذ ما فيها ويسبي النساء والأطفال ويقتل الرجال، لأنهم دخلوا تخللوا القرية وهم أعداء وتسلطوا عليهم. قال ابن عباس: مشوا وترددوا بين الدور والمساكن. وقال الفراء: قتلوكم بين بيوتكم. وأنشد لحسان: ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر. قال قطرب: جاسوا نزلوا. وكان وعدا مفعولا، أي قضاء كائنا لا خلف فيه. كل من يعني استطرد في أخبار بني إسرائيل في قضية الإفساد مرتين نقل أخبارا كثيرة، ولكن من تأمل ما ثبت في الأحاديث كما ذكرنا أن بناء بيت المقدس أول مرة كان في عهد إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب، ومعلوم أن سليمان أعاد بناءه كما ثبت في الحديث أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما بنى سليمان بيت المسجد الأقصى سأل الله عز وجل ثلاثا، حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن من أما هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يعني رجع من ذنوبه كيوم ولادته، فأعطاه الله إياه. إذن ده دليل على أن المسجد الأقصى احتاج إلى بناء في عهد سليمان، إذن كان قد هدم قبل ذلك. فهذا يدل على أن وقت الإفسادة الأولى كانت بعد موسى وقبل داود. لماذا؟ لأن ربنا قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، الكتاب اللي هو الايه؟ التوراة، لا تفسدن. يبقى الإفساد ده يكون بعد نزول الايه؟ التوراة. وإن المسجد كان موجود من عهد سيدنا إبراهيم، يبقى من الذي هدمه؟ كما دل على ذلك قوله: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا ليدمروا ما علوا تدميرا. يبقى المسجد هدم فيما بين عهد موسى عليه السلام، يعني بعد عهد موسى نقصد، بالظاهر بعد عهد يوشع بن نون، لأن يوشع بن نون فتى موسى دخل بيت المقدس وفتحها وسكن بنو إسرائيل، تأسست دولة المؤمنين من بني إسرائيل في بيت المقدس على يد يوشع بن نون، حين أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة مع موسى صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلوها 40 سنة، وبعد التيه دخلها يوشع بن نون وهو الذي حبست له الشمس. فالظاهر حصول إفساد بعد زمن يوشع عليه السلام. يمكن أن يكون هذا زمن أشعياء النبي أو شعياء أو أشعياء أو غير ذلك، أدى إلى دخول أهل بابل، سواء كان بأبوخذنصر أو سنحريب أو غير ذلك، إلى القدس وقاتلوا القتل الذريع الشنيع وسبوا كل من بقي من بني إسرائيل ودمروا المسجد تدميرا. قال ابن كثير رحمه الله: يا
يقول تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين. ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كما قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أخبرناه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وعلمناه به. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا. أولي بأس شديد أي قوة وعدة وسلطة شديدة، فجاسوا خلال الديار أي تملكوا بلادكم، وسلكوا خلال بيوتكم أي سلكوا بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا. معلوم أن هذا الأمر في الحروب عندما يدخل الأعداء بلدة فإنهم يجعلون أعزة أهلها أذلة، ويقتلون المقاتلة ويسبون النساء والأطفال، فهذا الذي هو مفهوم. قد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم، فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولا ثم أديل عليه بعد ذلك وقتل داود جالوت. ولهذا قال تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنحريب وجنوده، وعنه أيضا وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال لبختنصر إلى أن ملك البلاد، أنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل. وروى ابن جرير حديثا مرفوعا هو موضوع لا محالة. وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرى تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ونحن في غنية عنها، ولله الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سوى من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء الذين أمرون بالقسط من الناس. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال ظهر بختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبة، فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبة ظهر، يعني الكبة ده زي حاجة زي غطاء أو كده، بيقول الكبة الكناسة، يعني حطوا عليه كناسة يروح جاي الدم ايه طالع، يحطوا تاني يروح جاي طالع. قال فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. قال وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرفهم علماءهم حتى إنه لم يبقى من يحفظ التوراة
وأخذ معه خلقا منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته. هذا من أحسن الكلام. وكما ذكرنا القرآن لم يذكر لنا هذه التفاصيل لأن الحاجة إلى الموعظة ومعرفة الصفات التي بها تهدم الدول وتنتصر الأعداء عليها. فإن بني إسرائيل معلوم أنهم من أبناء الأنبياء وأنه لم يزل فيهم أنبياء، ولكن كما وصف الله عز وجل أفسدوا في الأرض، وقد ذكر سبحانه وتعالى من صفاتهم أنهم كلما أتاهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهذا أعظم الإفساد، الكفر والصد عن سبيل الله وقتل الأنبياء. وقال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله، قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهذا النوع من الإفساد هو الذي يجب الحذر منه أشد الحذر، لأنه أعظم أسباب تسلط الأعداء، الإفساد بالكفر والشرك والبدع والصد عن سبيل الله، قتل الأنبياء. ومن ذلك بعد ختم النبوة محاولة قتل دعوته، محاولة إزهاق وجود دعوة التوحيد بنشر الشركيات ونشر المنكرات ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى. وأعداء الأمة يبذلون جهدهم كل يعني حين في صرف الناس عن هذا الدين ونشر الفساد في الأمة الإسلامية، لأن والأمة إن استجابت لذلك ولهذه الدعوات الخبيثة التي تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا من التوحيد والإيمان والعمل الصالح، سلط الله عز وجل عليهم عدوهم. وكذلك الكبر، ولا تعلون علوا كبيرا. فالإفساد بالكفر والشرك والبدع والمعاصي والكبائر، وأيضا بالصد عن سبيل الله ومنع دعوة الحق من الظهور. والعلو التكبر على الناس، وهذا يشمل قتلهم بغير حق، لأن الجبابرة هم الذين يجبرون الناس على ما يريدون، فإذا لم يستجيبوا قتلوهم أو سجنوهم أو عذبوهم. فإن ذلك عنوان الجبابرة، كما يعني هو من لفظ الكلمة ومما قال ذلك الإسرائيلي المفتري عن لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. فالذي يقتل النفوس على ما يهوى هو جبار في الأرض، والعياذ بالله. فكذا العلو في الأرض، الاستعلاء، التكثر بالأموال والأولاد وإذلال الناس وإهانتهم. وقد بلغ بنو إسرائيل من ذلك في زماننا مبلغا هائلا، وكل من سار على هذا النهج فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه من يذله. وإنما نصر الله المؤمنين بأن صفات أهل الكتاب من اليهود والنصارى كان فيها ما ذكر الله عز وجل من الإفساد في الأرض ومن العلو فيها. فكما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله في بني النضير، وقاتلوه بنو قريظة، وقاتلوه أهل خيبر، وكل هؤلاء كان للصد عن سبيل الله. بل اليهود كانوا من وراء تحزيب الأحزاب وتجميع كلمة الكفار المشركين لحرب الإسلام وحرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
فأخذ الله عز وجل المشركين وأهل الكتاب معه، وقتل حيي ابن أخطب النضري زعيم اليهود الذي حزب الأحزاب وجمعهم ودخل الحصن مع بني قريظة لكي يناله ما ينالهم، فكان القتل جزاؤهم على نقض العهد. فهكذا، لأن نقول اللي بيحاولوا يجعلوا ان المرات دي لسه هتحصل، يعني اولا ان هذا خلاف ظاهر القرآن. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل ذكر انه رد لهم الكرة، والمرة التانية كانت لكي يرحموا ايضا، وهذا يدل على بقاء شيء من الدين والايمان عند بعضهم، وليس انهم كفار التسلط عليهم عقوبة. اما كان التسلط عليهم عقوبة ورحمة للمؤمنين وفرصة لإعادة الإحسان مرة أخرى. الغرض المقصود أنهم لما دخل بختنصر على المشهور أو أي من كان، يعني دخلوا القدس وقتلوا من فيها ودمروا المسجد تدميرا، وكما ذكرنا لا يصلح أن يظن أن الذين يسلطهم الله على اليهود مسلمين مؤمنين. لماذا؟ لأن أهل الإيمان إذا دخلوا إلى هذه البلاد المقدسة لم يخربوا المساجد ولم يدمروا كل ما ظهروا عليه، وإنما هذا سلوك الجبابرة. نعم، يقتلون المقاتلة ويسبون النساء والذرية، ولكن لا يخربون المسجد. وفي الحقيقة لما دخل المسلمون القدس ما كان المسجد موجودا حتى يدمروه تدميرا ويتبروه تدبيرا، بل هم الذين بنوا المسجد في عهد عمر، لأن عمر لم يجد مسجدا وإنما وجد المكان مدنسا من قبل النصارى إغاظة لليهود. والمشهور أن المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام هدم بعد المسيح عليه الصلاة والسلام في عهد الرومان سنة 70 ميلادية. فهذا الذي يعني يتوافق مع ما ذكرنا من أن المسجد هدم فيما بين بنائه الأول وزمن، يعني كما ذكرنا بعد يوشع بن نون، وما بين داود عليه السلام وسليمان الذي بناه مرة أخرى. المدة دي بقى قد إيه لا نعلم، ولكن ذكر الله الأسباب التي بها تعود الأمة إلى عزتها لننتفع نحن بذلك. كما ذكرنا كان الإفساد والكفر وقتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس والعلو في الأرض والجبروت واحتقار الخلق هما سبب الهزيمة. قال سبحانه وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. طب البعض بيقول ازاي ربنا عز وجل يقول عبادا لنا ولي بأس شديد، ويظن من هذا ان هؤلاء من الموحدين، ولذلك يتكلف أن يقول بعثنا عليكم عبادا لنا أنهم الصحابة رضي الله عنهم. ويعني كذب من قال ذلك، فإن الله قال قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وقال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فأنتوا هتقولوا بقى دلوقتي إن اليهود الكرة دي كانت الحالية التي علوا فيها على المسلمين؟ قطعا كلام باطل. عشان كل ده عشان يعملوا ايه؟ عشان يقولوا ان شاء الله هتيجي مرة تانية ونحقش الايه المسجد الاقصى ونهدم اسرائيل. احنا مش محتاجين للكلام ده، هو الكلام ده هيحصل باذن الله، لكن مش بدلالة ان عبادة لنا دي معناها ان هم مؤمنين، لان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا
ذكر أسباب هلاكهم وتخريب دولتهم بالكبر والعلو في الأرض والإفساد، ثم إنه ذكر بصيغة الماضي رددنا لكم الكرة. إذا كان ده حصل خلاص، وبعدين ذكر قال إن أحسنتم لأنفسكم، يبقى الظهور الذي حدث لبني إسرائيل على عدوهم كان إيه؟ بسبب الإيه؟ الإحسان. حد يقول دلوقتي إن هم ظاهرين علينا بسبب إحسانهم؟ دول ده كفر زيادة فوق الكفر، تكذيب عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيب القرآن، وأذية المسلمين وقتلهم ظلما وعدوانا، هذا من أعظم أنواع الإساءة والإفساد. فمحاولات حمل الكلام على خلاف كل ما قال السلف، لأنهم متفقين الحاجات دي حصلت، اختلفوا بقى تقول لي سنحريب، بوخطنصر، جالوت، أي، لكن لا شك أن ذلك قد إيه؟ قد كان، قد وقع. ما إيه عبادا لنا؟ هذا لا يلزم منه أنهم عباد، أنهم مطيعون. فقد قال الله عز وجل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم عندما ينزل قبل يوم القيامة، قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ابن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. عبادا إني قد أخرجت عبادا لي، غير عبادي اللي هي مع سيدنا إيه؟ عيسى. لا نزاع أن يأجوج ومأجوج من الكفار، ولا نزاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منكم واحد وتسعمائة وتسع وتسعون من يأجوج ومأجوج، فأهل يأجوج وأجوج من أهل النار، ثم إنهم يقتلون أهل الأرض، والإسلام يعني لا يحصل مع هذا الفساد، ثم إنهم يرمون نشبهم سهامهم إلى السماء يقولون قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فترجع نشابهم مخضبة بالدماء. وده في الصحيح. فيأجوج ومأجوج كفر قطعا، وربنا قال إيه؟ أخرجت عبادا لي. إذن الوصف ده ما يلزمش منه المدح والثناء. إذن بعثنا عليكم عبادا لنا، يعني خلقا من خلق الله، بوخطنصر، الرومان، غيرهم، أيا من كانوا هؤلاء، يعني قوم مجرمون مع كفرهم وفسادهم، إلا أن الله سلطهم على بني إسرائيل الذين عندهم شيء من أصل الدين، أو عند بعضهم، لما غلب الفساد، لننتفع نحن بذلك، لنعلم أن المجتمعات والدول ولو ولد فيها صالحون، لكن إذا غلب الخبث وغلب الفساد وغلب الكبر والعلو في الأرض وغلب الكفر والعياذ بالله، استحق الناس العقوبة من الله. قال عز وجل ثم رددنا لكم الكرة عليهم. قال القرطبي رحمه الله رددنا لكم الكرة عليهم، أي الدولة والرجعة، وذلك لما تبتم وأطعتم. ثم قيل ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره على الخلاف في من قتلهم، وأمددناكم بأموال وبنين حتى عاد أمركم كما كان، وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر عددا ورجالا من عدوكم. هذا لا يلزم، بل أكثر نفيرا مما كنتم عليه، لأن المعلومة أن داود عليه السلام لما قتل جالوت، وده أقرب المرات أن فيها الإدالة بعد الهزيمة التي على يد بوخطنصر، أنها المرة المذكورة في القرآن من مع النبي الذي أخبرهم بأن الله بعث لهم طالوت ملكا، إنه واضح إن هناك دعوة إلى الله عز وجل حدثت حتى فكر الناس في الجهاد في سبيل الله.
قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى إرادة الجهاد في سبيل الله كانت منا من الله وأثر من أثر دعوة ذلك النبي إلى آخر القصة التي فيها أنا وقتل داود جالوت. إيه اللي بيخلينا نقول الكلام ده؟ إن المرة دي هي المنصوص عليها، وإن بقى إن البناء كان بعدها، بناء المسجد الأقصى كان بعدها في عهد مين؟ سليمان. فعشان كده بنقول إن العدد ده كان أقل ولا أكثر؟ كان أقل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن هو كان حلهم في الحقيقة بعد هزيمتهم من بختنصر وبعد سبي بابل إن بقيت أعداد قليلة، قليلة لا تصلح للقتال. ولذلك رغم أن الأرض المقدسة مكتوبة لهم لكن لابد من أسباب للقتال. ولذلك القتال مفروض في التوراة، لأن سيدنا موسى أمر بالإيه؟ بالقتال ليستخلص بيت المقدس، مش كده؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ومع ذلك إزاي النبي الذي لم ينسخ شرع موسى يقول هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ نقول إن هم ما كانش مكتوب عليهم لأنهم عاجزين عنه، لأن ما فيش إيه؟ جيش، وما فيش عدد، وما فيش نفير من ينفر في القتال، هم العسكر، فما كانش موجود ده، فعشان كده ما كانش مكتوب عليهم، مش إنه مش مشروع لهم. زي بالضبط كده الأمة النهاردة مشروع لها، واجب عليها جهاد الطلب، مش كده؟ طب الأمة النهاردة عاجزة في أكثر بلادها عن جهاز الدفع، والبلاد محتلة والناس مش عارفين يدفعوا إيه عن المسجد الأقصى ولا عن العراق ولا عن بورما ولا كشمير ولا إقليم التركستان الشرقية، والبلاد محتلة والبلاد التانية ضعيفة ومغلوبة على أمرها، لا تستطيع أن تغيث المسلمين يعني في الأماكن البعيدة، أو أقوياء لكن لا يقاتلون. يبقى الناس هتبقى مأمورة بالقتال إزاي وهي عاجزة؟ مشروع في الكتاب القتال، بل بدء الكفار بالقتال. ده الفرق المهم جدا جدا مع الجماعات الصدامية اللي مش مستوعبين الأمر ده، يلاقوا الأمر إن إحنا مأمورين بالقتال يبقى لازم نقاتل وخلاص. ما الكلام ده مش هيحصل إلا لما يكون عندك إيه؟ عندك نفير. لا مش نفير بس، كمان أمددناكم بإيه؟ بأموال وبنين ونفير، ماشي كده؟ البنين دول اللي هم الأولاد الشباب. الله، طب ما هم بيقولوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أيوه كانوا أسرى، أبنائهم كانوا أسرى، بس في موجودين كان عددهم قليل ما يكفيش إن هو إيه؟ يبدأ معركة. وده أمر من أعظم البديهيات، ومع ذلك غائب عن أكثر الذين يسعون إلى الصدام. لا، الناس ما عندهاش أي قوة عسكرية ويقولون لهم إيه؟ خشوا المعركة. خشوا المعركة شكلها إيه؟ الناس هتقاتل إزاي؟ لم يكتب عليهم القتال. يا يقولك ربنا قال كتب عليكم القتال، صحيح تشريع، لكن العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي مش قادر يبقى ليس عليه فرض، وبالتالي يسعى إلى أخذ الأسباب، يدور في الثلاث حاجات دول، في الأموال والشباب اللي بيعظموا أبائهم، مش اللي بيستنكروا أو بيحاولوا إن هم يذموا أبائهم ويسبوهم ويلعنوهم زي الروافض، والنفير الجيش العسكر. إذا وجدت هذه الأشياء ولو كانوا أقل من عدوهم فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما فيش الحاجات دي يبقى نصبر لغاية إيه؟ ما تتكون، زي ما النبي عمل، نبي بني إسرائيل الذي دعاهم إلى الله وحذرهم ألا يقاتلوا إن كتب عليهم القتال حين يتمكنون من ذلك. ولذلك طالوت لما بعث ملكا، وده الوضع الطبيعي، دعوة ملك قتال،
وجيش يكون كونه طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود من غير ما يكون عندك الكلام ده، ما تقولش ان انا ادخل اقاتل او تجيب جنود 15 20 100 200 قصاد عشرات الالوف، لا قصاد ملايين وقوة عسكرية أضعاف ذلك. يعني الفرق بين العدد، مش بس العدد والعتاد والقوة العسكرية، لما تجد ان في تفاوت هائل يبقى ليس هذا هو المأمور به. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن ينصر بني إسرائيل وأن يرد لهم الدولة، ما كان ذلك إلا من خلال أسباب ظاهرة. إذا لم توجد ارجع تاني إلى دعوة النبي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى بيدعوهم إلى الله تتحفز الهمم، تعد العدة حتى يتكون جنود وجيش وتوجد أموال ونفير، وإن كانت أقل من العدو لكن كانوا أكثر منهم قبل من حالهم قبل ذلك، أكثر نفيرا مما كنتم عليه قبل أن ترد لكم الكرة عليهم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.